يعني عمليات إجرامية بشعة لا تستهدف الأمن ولا تستهدف بقدر ما تستهدف الوطن المصري، الدولة المصرية، الثقافة المصرية، الحضارة المصرية. يعني هذا عمل إجرامي بشع جدا. أعتقد أن المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي المصريين أقوى بكثير جدا من كل هذه العمليات الإرهابية. ومصر أقوى بكثير جدا من مجرد جماعة أو تنظيم. تمام. الحادثة مش عملية انتحارية، العربية اتفجرت عن بعد. بس في جثة فندم لقوها، كانت معدية في الشارع، بس كاميرات متسجلة مصورة عندنا في الكتب، مصورة الحادثة كويس. تمام.